حقيقي يعني. نبراس. طيب نرجع لأصل السؤال، هذا القانون صار واضح الكل حل... شفتوا ترى كل شيء بسيط. الستاندرد ديفيشن بالنسبة للمجتمع فقط أنه أجذر السيجما سكوير يصير سيجما، أجذر هاي الواحد بوينت 81 أحطها تحت الجذر وانتهي الموضوع، يطلع لي الستاندرد ديفيشن بالنسبة للمجتمع. بالنسبة للعينة شوف الفرق، العينة نفس القانون، نفس هذا القانون، الفرق شنو؟ الان اللي هي بالمقام تصير ان ناقص واحد، يعني عدد العينات ناقصا واحد، مثل ما راح تشوفونه بهذا السؤال. شوفوا الفيرينس بالنسبة للعينة، الاس تربيع هنا كسيجمات تربيع هنا، يعني سيجما سكوير هنا اس سكوير اللي هو ستاندرد ديفيشن سكوير، كانه نفس القانون، الاكس ناقص الاكس بار هناك قلنا لانه المين للمجتمع ام والمين للعينه اكس بار اللي هو الاكس فوق هذا الفتحه، نفس الفرق هنا اذا تشوفون، فقط الان بدل ما كانت بالمجتمع ان كابيتال هنا ان نفسه عدد عدات العينة، عدد مشاهدات العينة ناقصا واحد، نفس القانون يطبق، نفس المفردات اللي سبق ان طبقناها بالمثال الاول، نفسهم ايضا طلعنا الاكس بار مالتهم بس القيمة اختلفت. ليش؟ لان هنا انا من قسمنا على الان ناقص واحد، عدد العينات عندي انا ستة نقصناه واحد، العشرة بوينت 84 قسمناها على خمسة مو على ستة، فيطلع الرقم عندي 2.17. الستاندرد ايرور، الستاندرد ديفيجن فقط نحطه تحت الجذر، يعني هاي الاثنين عندي بوينت 17 نخليها تحت الجذر يطلع لي الاس، وبسيجما سكوير ايضا نحطها تحت الجذر يطلع لي السيجما، هذا كل ما هنالك. هذا الموضوع ليش نقص واحد؟ شافوا يعني المحللين انه يطلع اقرب للواقع عمليه انه الانحراف المعياري، هذا يصير بالتجربه. شوف عاده راح اطيش فد معلومه، كل المعادلات النظريات اللي تطلع خاصه في مجال احصاء الرياضات وبقيه حتى العلوم كلها جايه من تجارب تطبيقيه، وهنا يعتبرون المشاهدات مال عينه، يعطون بما انه بيقيس تشتت القيم عن وسطها الحسابي، فلا باس يتخلى عن وحده من القيم لسبب عند التطبيقات او هاي المعادلات عندما توصل اليه هو بالتجربه توصل لهذا الموضوع. بالتاكيد ماكو في التفسير لها فلسفي دقيق الا بالتجربه، الا من خلال التجربه اللي مروا بها الاخرين او اللي اوجد لنا هذا القانون. ما يخالف يعني نحاول يعني ان شاء الله بلكت السوا، وحتى الفيديو صار فيه قطع وصار تسجيل ورجعنا من جديد، ما يخالف. انا تقريبا هاي المفردات الاساسيه والمهمه اليوم حكينا عنها، يعني هذا هو المطلوب اليوم، يعني ذني المفردات الاساسيه. عندكم لحد الآن أي يعني هو أكو سبب، يعني السبب العلمي ما موجود يعني كنظريا، يعني ما كفد معادلات طلعت لي هذا الناتج الآن ناقص واحد، هذا هي هاي أصلا المين سكوير إيرور أو الفيرينس أو ستاندرد ديفيجن، يعني بالنسبة لي. وشوف هو سبحان الله ليش بس بالعينة، ها حسب السؤال شلون نعرف يا قانون، حسب السؤال
أنا إذا أقول عند عينة معناته أنا أستخدم قانون يخص العينة اللي هو الـN ناقص واحد، وإذا أقول عندي مسح شامل يعني أقول مجتمع، المجتمع عندي مجتمع الدراسة هاي بياناته، معناته كلش بسيط. لو أقول مجتمع لو أقول عينة من مجتمع، إذا أقول عينة من مجتمع تستخدمون القانون أبو الـN ناقص واحد، وإذا أقول المجتمع لا الـN الكابيتال، معناته بيانات عندي كامل. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال شباب؟ طيب خليني أروح وافتح ملف. اوكي كل شيء واضح كل شيء حلو. نروح الى ملف شوف ال بدنا اكو نروح الى امثله بال هذه تفصيل روح لعام 246 sample statistics هنا الاكس هنا انا احكي عن ابع هذا المثال شوي تطبيقي اكثر. اوكي شروط ما يخالف طبعا طبعا المحاضره تنزل اكيد. اشوف في المين الهاي عندي فور يعني يقول لك عندي مشاهدات في هذا الاكزامبل، شوف من هذا الاكزامبل فور ذا 8 اوبزرفيشنز يعني خمس مشاهدات عندي هاي القيم مالتهم، طلع لي المين مالتهم شوف شلون احتسابه يعني جمع البيانات وقسمها على 8 عددهم طلع لي المين. الفيرينس الفيرينس سامبل فيرينس هنا العينة سامبل ستاندرد ديفيجن سامبل فيرينس الفيرينس هنا بس هنا اخطأ لان هنا المفروض ان يحكي سامبل هنا سامبل يحكي متوسط العينة هنا سامبل فيرينس هنا يحكي عن هنا اخطأ هنا الواحد على 7 الصيف طبعا بالمناسبة هنا اخطأ هنا القيم ما تطلع بشكل المفروض تتقسم على 7 مو على 8 هذا لا موضوع جيد وهذا مهم عندنا نشوف هذا القانون الصحيح sample variance اوكي نفعل ما رمضان فيريور هنا أنا ما عادها ما نحتاج الأمثلة هاي ما نحتاج حتى نزلها أعطيكم أمثلة بوضيحية المودول من أحد عنده سؤال على المنوال على الميديان المود الميديان الوسيط أوكي
لا لا ما في شيء جديد. أحد عنده سؤال على الميديان على المود الوسيط؟ الوسيط إذا قصدك يعني هو البيانات ما بس عدد واحد؟ أي أوكي. الوسيط القيمة اللي تكون بوسط بعد ما نرتبها طبعا تصاعدي أو تنازلي نرتب. أي طبعا. هو أصلا ما راح يكون يعني أي هو الوسيط هو أكيد ماكو غيره. اللي عندي مجموعة البيانات اللي أنطيها بالداتا سيت أحسنت هذا إذا كان فرد يكون بالوسط واحد فنأخذه واحدة وإذا كانوا اثنين نجمع القيمتين ونقسمها على اثنين ونطلع الوسط أحسنت المنوال أحسنت 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 صح يا مريم صح أحسنت الرقمين اللي بالوسط ناخذهم سجل هذا الإجابة جاوبتش مريم وهاجر حلو نبأ لا ناخذه 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 الواحد إذا رقم واحد هو ناخذه نعتبره هو الوسيط هو رقم وسيط